أهلا وسهلا فيكم بفقرة مفتاح الحياة. لليوم رح نتحدث عن موضوع بهم جميع الأزواج، نحكي عن الإيجابية والصحية في العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة، وأكيد نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الخبير بمجال الطاقة عيسى جمو. أهلا وسهلا فيك عيسى، كيف حالك؟ تمام. أهلا وسهلا. يعني بداية، قبل ما نتحدث عن أهمية وجود الإيجابية والصحية بالتحديد بالعلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، نحكي عن أهمية الإيجابية بشكل عام بالعلاقة الزوجية، كيف بينعكس على حياة الرجل والمرأة بشكل عام؟ الإيجابية مهمة في كل نواحي الحياة، ومننسى أنها مهمة كمان في الأشياء اللي ما بنحكي عنها كثير. يعني بأنه هذا الموضوع كمان يعني مش سهل الواحد يحكي عنه طبعا. بين الزوج والزوجة والمجتمع كاملا. بس لازم نكون عارفين أنه حتى هذا العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة في لها تقاليد خاصة، في لها طرق خاصة للاستفادة أكثر منها. بدل ما تكون مدمرة بتكون بناءة، وخصوصا في بناء علاقة عاطفية وعلاقة زوجية مثمرة، تنعكس على الشخصين، تنعكس على العيلة كمان وعلى جميع نواحي الحياة. فالعلاقة الحميمة كمان لها أصول في التعامل معها. أولا يعني الواحد مش لازم يعتبرها كواجب، لأنه هاي واحدة من الشغلات اللي ممكن تبني رابط كثير عميق بين الزوج والزوجة، رابط عاطفي ورابط نفسي ورابط عقلي كمان. والواحد يحس حاله انه هو مش لحاله في هاي الحياة الصعبة وشو ما كانت الظروف. طيب احنا عم نحكي عن الهدف الرئيسي من العلاقة الحميمة، زي ما حكيت انها ما تكون واجب، ولكن انها تكون باجواء صحية، اجواء صحية ايجابية. نعم. فكيف بنستطيع انه نحولها سواء من قبل الزوج او الزوجة الى علاقة ايجابية وعلاقة صحية، وتكون هيك برغبة جميلة من الزوج والزوجة؟ نعم طبعا. لازم يكون في تفاهم في هاي الناحيه من الحياه. تفاهم الزوجين مع بعض يؤدي الى راحه النفس. نعم. اجماليا. ولازم اول شيء نعرف انه الرفض، لما يصير في رفض بين احدى من الاطراف، مش معناته انه يعني في مشكله بالطرف الاخر. معناته انه الشخص مش مستعد. نعم. انه يمارس العلاقه الحميمه، ولازم نحترم هذا الشعور، ولازم نحترم هذا الرياكشن. اولا ميس، موضوع الرفض، ممكن واحد من الازواج ما يكونش جاهز لممارسه العلاقه الحميمه فيرفض، وممكن هذا ياثر على الطرف الثاني في طريقه سلبيه ويعكس عليه صدمه عاطفيه سلبيه، مما يؤدي الى تباعد القرابه بين الازواج. لكن لازم نعرف انه الرفض شيء طبيعي وشيء ممكن يصير مش من سبب الطرف الآخر، لكن من سبب نفسي عند الشخص اللي برفض. نعم. فلازم نتقبل هاي الشغلة ونعاملها زي ما بنعامل إشارة مسكرة مثلاً. الشغلة الثانية، لازم نهيئ الأجواء قبل ما يصير في أي علاقة. مش يعني هي علاقة حساسة جداً. نعم. وكل مشاعر الإنسان تفعل عندما هذه العلاقة يعني تكون موجودة، فلازم نكون مستعدين لها عاطفيا ونفسيا وفكريا، ونهيئ الأجواء. نعم. الشريكين مع بعض يهيئوا الأجواء مع بعض قبل ما يصير أي نوع من العلاقة. تهيئ الأجواء ممكن تكون بطرق مختلفة، مثل الموسيقى، الإضاءة الخافتة، التعطر والاهتمام بنظافة الجسد، لأنه زي ما حكينا كل المشاعر تتفعل في عندما ممارسة هذه العلاقة الحميمة. وإذا كان في أي نوع من الرفض، خصوصاً من الرفض الحساس، الرفض الطالع عن ريحة مش حلوة أو النظافة الجسدية، بتأثر على بناء العلاقة الحميمة بشكل إيجابي. طبعاً في كثير أشياء بتتعلق في هذا الموضوع كمان، لكن المبدأ هو لازم نعاملها في حساسية كاملة. نعم. ونهيئ حالنا في حساسية كاملة، ونهيئ الشخص الآخر في حساسية كاملة. نعم. مش كن فيكن يعني. طبعاً في نوع ثاني من المشاكل ممكن تواجه الأزواج، المشاكل الجنسية المختلفة من نوعها، اللي ممكن يكون أصلها عاطفي. نعم. وأصلها نفسي. ولازم نعرف أنه بهاي الفترة بالقرن 21 صار في حل لكل مشكلة. صحيح.
صحيح. خصوصا العلاقات حل المشاكل في العلاقات الجنسيه والفي في 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 كافه الانواع من هاي الشغلات. نعم. واحده من هاي العلاجات ممكن تكون اللي هي as simple as exercise. نعم. كل ما الواحد عمل اكسرسايز تدريبات البدنيه اكثر كل ما زاد من نشاطه الجنسي و وزيادة الخبرة أو التفاعل الحميمي مع نعم. مع الشخص الآخر لحتى يصير إيجابي وصحي. نعم نعم. والمحبة هي أو الأساس طبعا في كل شيء. يعني لازم يكون داخل على التجربة في محبة زي ما حكينا. قديش التأمل ممكن يساعد بيبي يعني كثير ميس غير الرياضة وغير الأكل وغير الشغلات ممكن نحكي عنها الأكل الخضروات والسبانخ وهي ممكن تكون تساعد على زيادة النشاط الجنسي. الطرق الطبيعية ممكن تستعمل مثل التأمل وتريح الجسد والعاطفة والفكر قبل ما الواحد في حين استعداده للحلاق الحميمة. واحدة من هاي الطرق اللي هي الاسترخاء عبر التأمل. التأمل هي طريقة طبيعية للتحكم في النفس ولتريح النفس وتريح العاطفة والفكر، وهاي حالة كثير ممتازة لازم تكون أو مهمة قبل الوصول إلى العلاقة الحميمة. مع بعض مع مدربة التأمل ناريمان أسعد راح نورجي كل مشاهد كيف بيقدر يعمل تأمل لنفسه ويريح حاله قبل أي تجربة، مش بس بالعلاقة الحميمة، في جميع مجالات بكل مجالات الحياة. يعني عم نقول لزيادة الطاقة الإيجابية عبر الراحة النفسية إن شاء الله. طيب عيسى، إذا أنا بدي أتشكرك وهلأ رح ننتقل للمدربة ناريمان، مدربة التأمل، لحتى تورجينا كيف بنقدر نتبع الخطوات البسيطة لحتى هيك ببيتنا. أكيد هذا بيكون أكيد طبعاً من خلال التنفس والتأمل لحتى نطبقه ببيتنا ونكون مرتاحين وإيجابيين وصحيين ومبسوطين. خلينا ننتقل لعند ريمان. إذن انتقلنا على المكان اللي رح نمارس فيه التأمل لحتى نكون إيجابيين وصحيين أكثر بالعلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة، ومعانا اليوم مدربة التأمل ناريمان أسعد. صباح الخير. أهلا. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. يعني بداية إذا بتقدري تحكي لنا بشكل عام شو أهمية التأمل بحياة الإنسان؟ هلا التأمل له كتير فوائد، بس تخصيصا في هذا الموضوع أهم الفائدة ممكن نستخلصها من فوائد التأمل إنه رح يساعدنا إنه نعيش بحالة أكثر استرخاء، ونحاول نزيل التوتر والقلق والضغوطات اللي بنمر فيها في حياتنا اليومية. نعم. فأي المحاولة اللي إحنا بنعملها عشان التأمل رح تكون عشان نعيش في اللحظة، نتواصل مع ذاتنا ونتواصل مع الشريك بصورة أكثر اتصالاً وبصورة أكثر قرباً. كثير حلو. طيب إذا خلينا هلأ ندخل بالتطبيق العملي للتأمل لحتى نكون مرتاحين أكثر، وفي هيك أي نقاط تقدر تضيفها؟ إحنا يعني بكل سهولة قاعدين على الأرض، في مثلاً بيقدروا ناس يقعدوا على التخت، في ناس بيقدروا يقعدوا على الكرسي، ولا يفضل إنه يكون في اتصال أكثر؟ تمام. هلأ التأمل ممكن الإنسان يمارسه في أي وقت من اليوم. وفي أي مكان بحس إنه مرتاح فيه وبأي وضعية، فممكن يكون جالس نفس ما إحنا هلأ جالسين، أو مثلا على كرسي أو مسترخي أو مستلقي على تخت، أو بأي وضعية هو بحس حاله مرتاح فيها. فما في شكل محدد لأشكال التأمل، بس إحنا كان خيارنا اليوم هذا الشكل عشان هو خلينا نقول أكثر راحة وأكثر قرباً من الأرض. ممتاز. طيب إذا نبلش التدريب للتأمل، هو رح تكون فترة زمنية قصيرة. تمام. بس رح نورجي كيف بنقدر نعمل التأمل لحتى نكون مرتاحين. تمام. أكثر. تمام. هلأ هاي التقنية اللي رح نعملها هي عبارة عن تقنية كتير حلوة، كتير بسيطة وكتير فعالة. نعم. ممكن مارس أحد الشريكين يمارسها لوحده تأمل، أو ممكن يتفقوا الشريكين على عمل هذا الشيء بصورة مشتركة، وهو هذا رح يكون ممتاز جداً. بدل على هم متواصلين قد ايه بحبوا يعملوا اشياء مع بعض. حلو. فرح نبلش انه نكون جالسين جلسه مريحه، وبعدين ممكن نفتح عيوننا وممكن نغمض عيوننا، فنفضل نغمض عيوننا. رح ناخذ نفس عميق. النفس العميق هذا اللي رح ناخده رح نتخيل انه وصل الى اسفل الظهر، وبعدين رح يكون في عنا الزفير. الزفير كمان رح يكون طويل. من خلال هذا الزفير احنا رح نطلع كل التوتر والقلق والضغوطات اللي بتكون معنا
رح ناخذ هذا النفس اكثر من مره، نعيده 3 مرات. بعدين رح نتخيل بذره صغيره في اسفل الظهر. هذه البذره من اسفل الظهر رح يطلع منها جذور. الجذور هاي رح نوصلها للارض من خلال الارجل، ومن ثم القدمين الى باطن الارض. بعدين رح نتخيل مكان هاي البذره في اسفل الظهر زهره حمراء جميله رح تتفتح. زهره جميلة حمراء تفتحت. بعدين رح ناخذ نفس عميق. بعدين رح نطلع تحديدا الى منتصف البطن في منطقة السرة، ورح نتخيل زهرة برتقالية جميلة ايضا قاعدة بتتفتح. ورح ناخذ نفس عميق. إذا حسيت إنه في عندي أي شوائب أو أي أتربة أو إحساس غير مريح في الزهرتين الحمراء في أسفل الظهر والبرتقالية في منتصف البطن، بالتحديد في منتصف في منطقة السرة، رح نتخلص من هاي الشعور الغير مريح، ورح نتخلص من هاي الشوائب بإنه نبعتها إلى باطن الأرض عن طريق هاي الجذور اللي إحنا بنيناها. الآن أنا عندي مركزين فاعلين جدا ونشيطين. رح نتخلص من الجذور اللي بنيناها مع الأرض بحيث إنه إحنا نسحبها مرة أخرى إلى أسفل الظهر. بس نكون جاهزين رح نفتح عيوننا، ورح يكون عندي مكانين نشيطين جدا وقابلين للتواصل مع الشريك ومع الآخر. أوكي، كتير مريح صراحة، يعني مع إنه فترة زمنية قصيرة كتير بس مريحة بشكل كتير كبير. ما بعرف إذا في إشي بتحب تضيفيه نصيحة؟ نعم، هلأ ممكن مثلاً خلال ممارسة التأمل بفضل يعني نصيحة أو ممكن تب صغير يكون إنه إذا عملوا الشريكين مع بعض يكون في تواصل في الخيال ما بين هاي الزهرتين. فإذا كان عندي زهرة حمراء بيكون بنفس الطريقة بنفس الوقت عندها نفس الخيال وبيصير في تواصل بين هدول الزهرتين. هون بنحس إنه مجالاتنا بتكون أكثر انجذاباً، وبيصير في أكثر راحة، وما فيش أي صعوبات أو عوائق تمنع الاتصال العميق بين ذوات الشريك. يعني كثير حلو، بدي أتشكرك مدربة التأمل نريمان أسعد، ويعطيك العافية وشكرا لك. شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله أنتم تكونوا استفدتوا من فقرة مفتاح الحياة لليوم. نوعدكم بفقرة مميزة تانية الأسبوع الجاي.